يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ويا مساء الخيرات، مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله يا رب وانتم عم بتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحه وعافيه. اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد. خلونا نذكر الله ونصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم بإذن الله الفيديو غير شكل، وأخيرا تجهيزات المدرسة. ما شاء الله كل الناس خلصت تجهيزات المدرسة وداومت، إلا نحن بتعرف المدارس لسه ما فتحت عنا، عشان هيك تأخرنا شوي بتجهيزات المدرسة. بداية رح نطلع على الحديقة نشطف المكان ونشرب قهوتنا، وبعدين رح أحضر معاكم الغداء، وآخر الشي رح أخذكم هيك جولة سريعة بالمول. يلا حطولي لايك وخلونا نحضر الفيديو مع بعض. بناء على طلباتكم، ليش ما عاد طلعتي شربتي قهوة بالحديقة؟ هاي اليوم هي خلصت كل شغلاتي جوا ورتبت، والحمد لله رب العالمين ما تم عندي غير اني اشطف برا واسقي الزريعة، فقلت خلص بصور لكم وبشطف المكان وبقعد بشرب قهوتي برا، مع انه الشمس انه جاي على المكان، بس لا الحمد لله رب العالمين، يعني حتى اذا بتقعدوا هلا بالشمس ما عاد فيها هاي الاشعة القوية، بتحسوا هيك الشمس يعني سبحان الله ما عاد فيها هاي الشوب او الحرارة، بتحسوا هيك بس اشعة شمس بدون حرارة، فقلت خلص مو مشكلة يعني بشطف وبقعد يعني بعمل قهوتي وبقعد برا. هلا يلي سالوني انه لما بصور الزريعه انه شو بتحطي لزريعاتك، والله ما بحط لهم شيء ابدا ابدا، مجرد اني اسقيهم. حتى والله العظيم اليوم وانا عم بسقيهم تذكرت انه عن جد من ايمت انا ماني ساقيه الزريعه، ما بعرف هيك احيانا بتاخذني هيك الشغل والقعده جوا بنسى اني اطلع لبرا واسقيهم، بتلاقوني طلعت نشرت الغسيل ويلا دخلت لجوا، فلقيتهم هيك شوي دبلانين، بس الحمد لله رب العالمين يعني مجرد ما اني اسقيهم ما بتلاقوا نص ساعه الا كلياتهم صحصحوا وصاروا احلاهم. هلا كمان يلي انه بخليني انه متكاسله اني اسقيهم بلاقي انه الجو ما كتير شوب، فما عاد سقيتهم مثل الاول. على قد ما كنت لكم اني بحب اقعد برا والولاد ما بيحبوا قعده برا، خلص بحبوا يقعدوا جوا، هي يمكن كتر ما عيبت على اولادي صرت ابشع منهم، فصرنا كلياتنا نقعد جوا. ما بعرف هيك بتلاقوني احيانا اسبوع ما بطلع بقعد برا، مجرد اطلع اشطف اذا بدي انشر الغسيل وخلص بفوت لجوا، فما بعرف بتحسونا انه مالنا على هدول الاجواء، انه بنحاول احيانا نغير جو اذا كان شوب بنطلع لبرا، بس هلا مثل ما قلت لكم انه صار هوا وهيك نادرا ما نطلع لبرا. والله اليوم هيك كرمالكم طلعت شطفت برا وجهزت قهوتي وقلت لبنتي خلينا نقعد برا. مثل ما بتعرفوا هي اخر قهوه الي ولبنتي، بكره ان شاء الله باذن الله مداومه على المدرسه، بكره اول يوم دوام الهم للكبار، وان شاء الله للاسبوع اللي بعده الولاد الصغار. اكيد سمعانين صوت ابني وولاد الجيران عم يلعبوا برا، فهلا هون هيك خلصنا شغلاتنا وقعدنا نشرب القهوه. يلا يا صبايا شربتوا قهوتكم ولا ما شربتوها؟ يلا قوموا اعملوا فنجان قهوه وتعالوا اشربوها وخلونا هيك ندردش شوي. هلا بما انه بدي اقعد واشرب القهوه خلينا نكمل فقره الاسئله واللي اجتني بالفيديو السابق. هلا ما بعرف في ناس ما حبت هاي الفكره وفي ناس بالعكس كتير مبسوطه فيها، في ناس عم بتقلي انه اسئله فضوليه ما المفروض تجاوبي عليها، وفي ناس مبسوطه عم بتقلي لا بالعكس هيك انه تعرف عليكي اكثر. هلا انا قلت لحالي بدي ارضي جميع الاطراف، انه اي سؤال بحسه يعني ما له داعي ما رح جاوب عليه، واي سؤال بحسه انه يعني بشكل عام اني فيني جاوب عليه فخلص ما عندي اي مشكله. وقبل ما بلش لكم الاسئله يلي اجتني وجاوب عليها بدي رحب بالصبايا يلي انضموا للقناه، يا اهلا وسهلا فيكم، شرفتوني ونورتوا قناتي، والصبايا اللي موجودين بالقناه ويلي كتبوا لي التعليقات يلي بتفرح القلب، ربي يسعدكم ويجبر خاطركم وينولكم مراد قلبكم. ما شاء الله التعليقات يلي اجتني على فيديو السابق كانت كتير حلوه، بس
طلب صغير يا صبايا، فضلا ليس امرا. يعني انا اغلب الناس اللي عم بتشوف الفيديوهات عندي ما انا مشتركه بالقناه. بتمنى منكم اذا شفتوا قناتي وحبيتوا فيديوهاتي وما كنتوا مشتركين بالقناه تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي. واذا كنتوا من اصدقائنا بالقناه فعم بستنى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوه. خليلي قلبكم انا، ربي ما يحرمني منكم ومن تعليقاتكم الحلوه. هلا هون شفتوا هدول الزريعات شلون كانوا، حسيت الريحانه كانت دبلانه هي وهي السجاده. مجرد هيك اني اسقيهم قلت لكم ورشرشهم بالمي، بعد نص ساعه ساعه بتلاقوهم صحصحوا وصاروا احلاهم. هلا هون قاعدين وعم نشرب القهوه ومستمتعين بالاجواء. ويلا نجاوب على اسئلتكم. قلت لكم عن جد احيانا الحديث بياخذني هيك لمكان تاني. هلا من ضمن الاسئله يلي اجتني وحكيته بالفيديو السابق انه ليش ما بتحكي عن بيت حماكي وين عايشين، ومن هدول الاسئله يعني مثل ما بزماناتهم سالوني انه ليش ما بتحكي عن اهلك وليش ما بتجيبي سيره اهلك. قلت لكم يا صبايا انه عن جد مثلا بكون عم بحكي مثلا انه شو عم ساوي، شو عم بطبخ، شو عم بعمل، ما بحس في داعي اني اجيب سيره اهلي ولا سيره بيت حماي. بس بناء على سؤالكم انه احكي لنا، فانه مثلي مثلكم، والله مثلي مثلكم. مثل ما قلت لكم انه مثلا انا بعيده عن اهلي، نفس الشيء بيت حماي متفرقين ومتوزعين ما شاء الله، يعني بين السعوديه بين المانيا بين تركيا بين السويد هيك يعني. ومن ضمن الأسئلة اللي أجتني إنه في حدا من اليوتيوبر السوريات بيقربك، أو يعني إنه أنت بتقربي حدا من اليوتيوبر السوريات، أو إنه بتتواصلي مع حدا بما إنك كنت عايشة بتركيا. هلا أول شيء إنه أنا بتواصل مع حدا؟ لا والله ما بتواصل مع حدا أبدا أبدا. هلا أنا الوقت اللي كنت عايشة أساسا بتركيا لسه ما كنت فاتحة قناة اليوتيوب ولا كنت إنه بهذا المجال، يعني تقريبا أنا رح يصير لي سنة ونص فاتحة القناة. انه بتواصل مع حدا او بعرف حدا معرفة شخصية او مثل ما بيقولوا معرفة الكترونية؟ لا والله ما بعرف حدا ابدا ابدا ولا بتواصل مع حدا. وانه حدا في حدا بيقربني؟ لا ابدا ما في حدا بيقربني ابدا ابدا. يعني انه حتى انه محددت لي اسماء بتقربيهم شي بيقربوكي شي؟ لا والله ما في حدا بيقربني ولا بقرب حدا فيهم. والله كل الناس خير وبركة ويا ريت اتعرف عليهم كلياتهم واتواصل معاهم. وهيك بكون جاوبت على الأسئلة اللي اجتني. ومثل ما قلت لكم انه اي سؤال بيرجع بيجيني ان شاء الله بالفيديو القادم برجع بجاوب عليهم. هلا انا قاعدة بالحديقة والولاد قاعدين انه بالحديقة الجيران وعم بيلعبوا، فاكيد الاصوات جاية لهونيك. والله جد قلت لنا نوطوا صوتكم نوطوا صوتكم، بس بتعرفوا الولاد بس من صاروا يلعبوا بينسوا حالهم. هلا مثل ما لكم شايفين اليوم بدي اعمل غدا فلافل. بقى عملنا مخلل، لازم نعمل مجدرة ونعمل فلافل. على فكرة يمكن انا بعمل فلافل يعني كل اسبوعين والثالث لازم اعمل فلافل. بلاقي العيلة كلياتها بتحبه وما حدا عنده مشكلة، والله اذا بعمله كل اسبوع بعمله مرة ما عندهم مشكلة، بيحبوه وبياكلوا. وسبحان الله لاني بتلاقوني ما كتير مثلا بطبخ مسقعات، بطبخ فاصولية، بطبخ بامن، بتلاقوني بعمل فلافل كتير. وبنفس الوقت مثل ما قلت لكم انه عندي مخلل فقلت فرصه اني اعمل فلافل. بس مثل ما شفتوا اليوم ما صورت لكم القلي، بالفيديو السابق صورت لكم قلي الفلافل. فهيك حضرت شط الخضره والمخللات والنعناع والفلافله. يا سلام على سندويشة الفلافل مع النعناع الاخضر والليمون. وجهزنا هيك الطحينه وقلينا الفلافلات وصار غدانا جاهز. والله يا رب يدوم علينا هالنعم ويحفظها من الزوال. هلا مثل ما قلت لكم انا ما صورت لكم لاني قلت لكم انه اليوم بدي اطلع السوق وبدنا نروح نشتري اغراض المدرسه. فبين ما اجى جوزي وجهزت الغدا، يعني انا كنت مبلشه فيه، بين ما خلصته قليل وقعدنا وتغدينا حتى والله هيك ضبيت المطبخ على السريع على السريع وبدنا نروح. بتعرفوا الاسواق ايش قد بتسكر بكير. هلا ما بعرف انا لقيتها هون انه غريبه عن جد، الاسواق الساعه 8 بتسكر، على عكس لما كنا مثلا بتركيا او بالسعودية بتلاقوا الاسواق بتفتح للساعة 12 بالليل للساعة 1 حسب يعني كل محل، بس ما في محلات يعني بتسكر قبل الساعة 11.
هون المحلات كلياتها على الساعة 8 بتكون مسكرة. آخر الشي بيسكر عنا الليدل هو الساعة 9، بس تقريبا بس من صارت الساعة 8 ما بيفوتوا حدا، يعني انه اللي جوا لازم يطلعوا لبرا. فمثل ما لكم شايفين يعني هون على بين ما طلعنا من البيت يمكن صارت الساعة 6، يعني على بين ما نوصل. وبدنا نروح اول شي بدي اشتري لهم لباس للمدرسة، وبعدين بدي اروح على المول الثاني لحتى اجيب لهم انه الادوات المدرسية وشنات المدرسة. هلا مثل ما شفتوا فتنا هون جبت لهم اللباس يعني تبع المدرسة. هون الزي عنا ابيض او اسود، البلوزة والشورت فضي او انه بيجامة فضية او شورت رصاصي، والكبار كمان نفس اللباس يعني قميص ابيض وبنطلون فضي او تنورة كاروهات، يعني بس لاني هون نحن محجبات فبتلبس او بنطلون جينز او بنطلون اسود. فجابت قميص ابيض وقميص اسود والبنطلونات اللي قلت لكم عليها. وهلا هون باخر الفيديو رح فرجيكم يا هون. هلا لما فتنا على المول الاول شفتوا ما كان في زحمة اساسا، انه الوقت كتير متأخر، فصورت لكم هيك على بين ما نقينا اللباس. بس لما رحنا نجيب الادوات المدرسية اول ما فتت صورت لكم، بعدين قال لي جوزي انه خلص يعني حاجة تصوير تعالي بقى نقي، لانه اساسا وقفوا السلالم الكهربائية يعني ما بقى فيكم تتنقلوا من طابق لطابق لاني بدهم يسكروا. فصورت لكم هيك على السريع اللقطات يلي قدرت عليها، واخذنا الاغراض يلي اشتريناهم وطلعنا على البيت. ومثل ما شفتوا هلا مجرد ما طلعنا من المول كانت الدنيا صايره نص ليل، يعني هون تقريبا رح يأذن العشاء، أذن المغرب ورح يأذن العشاء. هلا بما انه كانت اليوم طلعتنا متاخره فصراحه ما اشترينا كل الاغراض. هلا بنتي انه كبيره، انه الكبار بيعرفوا ايش بدهم، مثلا بدهم هي الشنطه، بدهم هذا البوت الله يكرمكم، لباس المدرسه معروف جابوها كلياتهم، بس بتجوا للطلبات تبعات المدرسه، مثلا شو بدهم دفاتر، شو بدهم الوان، شو بدهم دفاتر رسم، هيك هدول الشغلات يعني جبناهم بشكل عام. والاحذيه اساسا ما لقوا مقاساتهم فما جبنا، فجابوا الشناتي ومثل ما قلت لكم الشغلات الاساسيه. فقلت له لابني خلاص مو مشكله، يعني بتروح بتداوم اول يوم وبتشوف ايش بدهم باقي الطلبات كلياتهم بتجيبهم، يبقى منروح مره تانية ومنجيب باقي الاغراض كلياتها. هلا هون وقت اللي فتت على المحل بدي اشتري لباس المدرسة للولاد، حبيت صور لكم شوي مثل ما بيقولوا الستايلات يلي موجودة بالمحلات عنا. هلا مثل ما شفتوا في كتير اشياء بتحسوا هلا مو صار فصل الخريف، بلشوا ينزلوا الموديلات شوي مسترة، مثلا بتلاقوا جاكيتات بكم، حتى بتلاقوا المانتو هذا الخريفي، هدول كتير بيناسبوا المحجبات وممكن نحن ناخد منهم ونلبس منهم. وعلى فكرة بتكون اسعارهم ارخص من اسعار التاجرات العربيات اللي موجودين هون. بس سبحان الله يعني ما كل شي بيناسبنا وما كل طلباتنا بنلاقيها بالمولات، بس احيانا والله بتلاقوا قطع كتير حلوة واسعارها كتير مناسبة. فصورت لكم هيك شوي اللباس بشكل عام شلون هون موجود. هلا لانه كمان اليوم صارت طلعتنا شوي متأخرة فما لحقنا ندور على كل المحلات. هلا بالعادة اذا ما لقينا مثلا من اول محل بنروح على غير محل بنشوف، بس مثل ما قلت لكم صارت طلعتنا متأخرة والمحلات كلها تسكرت. والمشكلة انه كمان انا مشواري بعيد، يعني بين ما اطلع من القرية تبعيتنا واوصل على المدينة بياخد معي 20 دقيقة او اكتر شوي اذا كان زحمة. فقلت عن جد يعني حرام واحد يطلع هيك مشوار انه ما يلحق يجيب كل طلباته. قال لي جوز يلا اعتبروها تغيير جو. هلا ايش اللي بصير فينا؟ بصير فينا نحن مثلا بنجمع كل طلباتنا وبنقول له لجوزي يوم الاجازه يلا تعال خدنا، بدنا نروح نجيب مثلا، بدنا نروح على الليدل، نروح نجيب مواد تنظيف، نجيب خضره، نروح على السوق نتسوق. فبيقول لي جوزي بيقولوا يوم الاحد عطله، المفروض انه انا اعطل واستريح. بقول له طب اذا يوم الاحد عطله وانت بدك تستريح، ايمت نحن بدنا نروح نجيب انه اغراضنا؟ بتعرفوا باقي الاسبوع انه بالشغل.
هلا صراحة أنا فكرة السوق كلياتها واليوم يلي رحنا فيه على السوق كلياته ما كنت حبيبته. سمعني صوت الهوا ما شاء الله، قلت لكم عن جد اليوم الهوا غير شكل. هلا قلت لها لبنتي إنه أجلي روحت السوق ليوم الأحد، يعني إيش رأيك منروح يوم الأحد خلص منتسوق ومنطلع بكير، يعني إيش قد ما كان يوم العطلة الواحد مثلا بيفطر أو بيتغدى وبيطلع بكير معه النهار كله. لا انه شلون بدها تروح تداوم وهي لسه ما جايبه قميص جديد، شلون بدها تروح تداوم وما جايبه بوط جديد، فانا خلص يلا منروح. فالحمد لله رب العالمين، يعني اهم شيء هو اللباس جابوه وخلص، هلا بيداوموا على المدرسه وبقى بنشوف ابني ايش بده ايش لازمه، بنرجع بنروح روحه تاني وبنجيبهم كلياتهم. هلا هون صورت لكم شوي الادوات المدرسيه يلي موجوده عنا، بس مثل ما قلت لكم على قد ما صار زحمه بالاخير وما تم في وقت، فهيك صورت لكم على السريع على السريع، حتى لما طلعنا وحاسبنا والله ما كان في مجال اني اصور لكم ابدا ابدا. وهلا هون خلصنا وطلعنا ويلا على البيت، بتعرفوا لسه مشواري طويل. تخيلوا مثل ما مثلا ما انا بصور لكم الفيديو تكون هيك روحت السوق 5 دقايق تكونوا متسوقين وراجعين، يا سلام والله الرجال بكيفوا علينا اذا كنا هيك. ما بعرف بحس الرجال بشكل عام ما لهم اخلاق على السوق ولا بحبوا روحات السوق، ما لهم مثلنا نحن النسوان، نحن روح قلبنا نروح ونتفرج ونتفتش سواء بدنا نشتري او ما بدنا نشتري. يلا الحمد لله رب العالمين مرقت على خير، رحنا واشترينا وخلصنا. ما قلت لكم ما شاء الله مشي الوقت بسرعه، وعلى بين ما حاسبنا وطلعنا من المول كانت الساعه تقريبا 8:30، وهلا عبين ما نوصل على البيت بتصير 9:00 وشوي. بعد ما جيت على البيت الحمد لله رب العالمين ما قلت لكم كنت جالية بعد الغداء وما في شي، فهيك قلت بجهز شوية نقرشات نتسلى فيهم بالسهرة، غسلت جات فواكه حتى عملت لهم بوشار للولاد جاي على بالهم، مع انه واحد بيتغدى بس بتلاقوا الواحد لما بيطلع لبرا وبيمشي هيك مع الحركة بتحسوا لما بيجي على البيت بيكون جاي على باله ياكل شي. فالمهم جهزتهم هيك على السريع وصورت لكم يا هون. وهلا هون هيك حبيت فرجيكم المشتريات على السريع لاني صار الفيديو شوي طويل، بس هيك حبيت فرجيكم انه شو بيلبسوا الاولاد عنا بالمدارس. مثل ما قلت لكم بنتي قميص ابيض او اسود وبنطلون اسود او جينز، وابني كذلك الامر بلوزه بيضاء او قميص ابيض او بلوزه سوداء مع شورت رمادي، وبكره بالشتويه بيصيروا بيلبسوا بيجامات يعني جاكيت وبنطلون فضي تحتهم بلوزه بيضاء او سودا كمان، وكمان جبت الي بلوزه وبنطلون يلا ما بدي اروح على المدرسه بس بلبسهم بالبيت. ومثل ما قلت لكم جبنا هيك شناتي للاولاد. هلا بنتي كتير كان جاي على بالها انه شنتاي جلد اسود مع بوت ابيض، بس لما رحنا على المول والله ما كان باقي غير هذا اللون البني جلد، فقالت يلا مو مشكله انه بما انه مشتهيه على الجلد خلص بجيبها، وهي فعلا لونها كتير كان حلو، فما بعرف هلا شو رح تجيب تحت بوط. وجبنا هيك ادوات المدرسه قلت لكم بشكل عام، واكيد رح نرجع نروح مره ثانيه ونجيب باقي الطلبات. ومع هدول المشتريات بيكون وصلنا بالفيديو لنهايته، ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. هيك حبيت اخذكم جوله وفرجيكم الاسواق عنا شلون.
وبتمنى منكم يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واذا كنتوا من اصدقائنا بالقناة يلا عم بستنى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة خليلي قلبكم انا. وهلا صار لازم ودعكم وقلكم ان شاء الله بشوفكم بفيديوهات وروتينات جديدة على خير وهدات بال. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.